دلوقتي هاخد حضراتكم في زيارة إلى مدينة العاشر من رمضان. هناك هنقابل مهندس شاب اسمه أحمد صفوت بدران. هذا الشاب قدر يصمم نموذج متكامل للإنتاج الحيواني والداجني، وكمان قدر يعمل منفذ يتوافق مع كل اشتراطات سلامة الغذاء لبيع اللحوم اللي بينتجها داخل مزرعته. خليكم معنا. تخيلوا لما واحد حلمه يبدأ من وهو طفل صغير ويكبر معاه لغاية لما يحققه فعلا. طبعا في النص عمال يقوم ويقع ويكسب ويخسر ويفرح ويحزن، صدمات كتير، لكن عشان هو مخلص لحلمه اللي هو في الأصل بعيد تماما عن تخصصه الدراسي وبيفكر برا الصندوق، ربنا كرمه. دي باختصار حكاية مهندس الاتصالات أحمد صفوت بدران. طول عمره بيحلم يعمل مشروع إنتاج حيواني وداجني، ده حلمه من وهو طفل، وبدأ يحققه وعمره 12 ولا 13 سنة، وكبر حلمه وبدأ يربي دواجن تسمين يدوبك 300 فرخة، لكن لما كبر مشروعه خسر فاتجه للإنتاج الحيواني، وطبعا يفيني وجعك عجوله تموت، ولما تعدي الدورة يخسر بسبب التسويق، لكنه أصر على النجاح وإنه يلاقي حل للتسويق، وفعلا قرر يعمل مزرعة متكاملة تربية عجول وجمال وفراخ وإنتاج ألبان جاموس وعسل وبيض وتصنيع أجبان ومصنعات لحوم، وكمان يفتح منفذ حديث في المزرعة بالعاشر من رمضان لبيع إنتاجه، ومعاه مدرسة للفروسية فيها أكتر من 25 حصان عربي أصيل، وبجد كسر الدنيا. ركزوا مع المهندس أحمد صفوت بدران جدا، لأنه عامل نموذج متكامل للإنتاج الحيواني والداجني وتسويقه بخلاف تربية الخيول، وكمان ضاف النعام والروم الأبيض المحلي والحمام، يعني مش سايب حاجة. أنا عايز الناس تتعرف على حكاية مهندس الاتصالات اللي بقاله 15 أو 20 سنة بيبني في الحلم ده. أنا من صغري وأنا مرتبط جدا بالحيوانات وبالطيور، أنا يعني المجال دوت أنا عاشق ليه جدا، بالنسبة لي مش شغل. هي والدتي الله يرحمها هي اللي ساعدتني في الموضوع دوت من زمان، يعني كنت بربي تربية منزلية عادية جدا. يعني بتربي حمام فراخ؟ بالضبط، كلها تربية منزلية. وأنا صغير وطفل والدتي الله يرحمها هي كانت بتساعدني على الموضوع دوت. حبيت ان انا اطور شويه من الموضوع، جيت لوالدي قلت له طب انا حابب ان انا الفكره ديت، فقعدنا واتفقنا مع بعض، فبدات هنا في المزرعه، بدات في غرفه، واول حاجه ربيتها كانوا 300 فرخه. طبعا قابلتنا عقبات كتيره جدا، واضطريت في وقت من الاوقات ان انا طبعا مر عليا موضوع انفلونزا الطيور 2006 بالظبط طبعا، والاتش 1 ان 1، حاجات كتيره جدا بدات ان انا امر بيها. وقفت شويه، ولكن برضو مع كل تعثر الحمد لله بحاول ان انا اقف واقوم تاني، وربنا بيكرمني يعني الحمد لله. دخلت ازاي بقى في الانتاج الحيواني؟ انا بدات الانتاج الحيواني اول حاجه طبعا وقت ما حصل المشكله في الدواجن، فما كنتش اعرف اي حاجه. اول حاجه بداتها في الانتاج الحيواني بالظبط، لا طبعا لما حصلت المشكله في الدواجن، فبدات رحت عامل، جبت 3 عجول. عملت ايه الثلاث عجول دول؟ بدات في الثلاث عجول دول، دي كانت اول دوره عجول اربيها في حياتي تمام، وبداتها هنا في المزرعه، وما شاء الله الثلاث عجول دول ماتوا، دي اول دوره انا اربيها. وبعدين فالحمد لله، رغم ان انا في الفتره ديت انا كنت مستلف تمام، وطبعا ما كنت من مين؟ كنت مستلف من اخويا تمام. كنت مستلف كام بقى؟ كنت مستلف 18,000. يعني بادئ بخساره 18,000. هو انا كده عندي خساره 18,000 زائد كمان العجول تمام. فطبعا بقى يعني فبقى قصاد مني الطريق مسدود. طب انا دلوقتي هكمل ولا هقف؟ وفي نفس بيع الارض واخلص بالظبط، انا ما عنديش حلول. فبدات الحمد لله ربنا يسر الامر ان انا بدات ان انا افكر باسلوب تاني، ان انا بدات ان انا كنا داخلين ساعتها على الموسم العيد الكبير، فبدات ان انا اجيب عجول من بره، وان انا يعني اجيب وابيع اتاجر. وما شاء الله في خلال فتره تقريبا بالظبط شهرين ما شاء الله عوضت الخساره بتاعتي وطلعت كمان نسبه ارباح، وبدل ما كان عندي 3 عجول عندي 30 عجل بس بتاجر فيهم وكسبت فيهم وحققت نسبه الربح وعوضت
الخساره بتاعتي، وبدات من هنا بدات ان انا اشتغل، حبيت العالم ده جدا، وبدات ان انا اخش واتعامل في العالم دوت واشوف ايه الجديد بالنسبه له. خلي بالكم احمد صفوت بدران فارس ورياضي وعاشق للخيول، وعمل اول مدرسه للفروسيه بالعاشر من رمضان ومتاحه لكل اولادنا للتدريب باشتراك زهيد جدا. وعلى فكره لما تشوف المهندس احمد صفوت بدران في حصانه الابيض وعمال يلف في مضمار الخيل، اعرفوا انه بيفكر في اضافة جديدة لمزرعته اللي استثمرتها تجاوزت النهاردة 10 مليون جنيه، او في مشروع جديد. المهم في قرار هياخده، لانه مش بيعرف ياخد قرار غير وهو طاير بحصانه في الهواء. انت تحولت المصنع لانتاج اللحوم، وعندك المنفذ بتاعك اللي بيبيع لحوم في العاشر من رمضان. بالضبط. واللي انا شايفه النهاردة ده ان الناس بتجيلك من كل حتة. الحمد لله. من التجمع، من العاشر، من الشروق، من بدر. الحمد لله. وصلت لده ازاي؟ في البداية أنا أول لما بدأت أخش في عالم الإنتاج الحيواني بدأت زي أي مزرعة عادية، مجرد أن أنا بجيب العجول الصغيرة وأدخلها دور التسمين مثلا. لو عجل صغير خالص بيقعد معايا دور التسمين سنة، عجل مثلا وسط بيخش معايا دور التسمين 6 شهور. بدأت أن أنا أمشي في الموضوع دوت، بس بدأت يقابلني مشاكل. مشاكل ديت بدأت تخش معايا في خسارة تانية، مشاكل في التسويق. صحيح. فبرضو الحمد لله ربنا يسر لي الأمر أن أنا بدأت أن أنا أفكر بطريقة مختلفة. بدأت ان انا افكر باسلوب ان انا ابيع لنفسي، اللي هو بدل ما انا ببيع للتاجر والتاجر بيدي تاجر التجزئة وتاجر التجزئة ممكن يدي الجزار، فانا ممكن ابقى انا على طول الجزار. في الحالة دي انا هتواصل مع المستهلك النهائي، وفي الحالة دي هتبقى احنا الاتنين كسبانين. انا من ناحيتي بحقق هامش ربح ما شاء الله كويس، عملت قيمة مضافة للحمة بتاعتي. بالضبط كده، هامش ربح ما شاء الله كويس، وفي نفس الوقت انا بطرح اللحمة بسعر كويس جدا وسعر منافس للجميع. وما اتجهتش للموضوع على مستوى العجول بس، بل بالعكس انا بدات اطور كمان من المشروع. دخلنا في مشروع الانتاج الالبان، وانتاج الالبان بدات ان انا اطور من الموضوع تاني. بدانا نوصل ان احنا دلوقتي احنا مش مجرد ان احنا برضو بننتج لبن، احنا بنصنع لبن جاموسي. لبن جاموسي من دلوقتي احنا بنطلع جبنه وقشطه وزبده، كل منتجات الالبان انا بطلعها من عندي وببيعها عندي في المنفذ. جدع. كل حاجه. المستهلك وصلت له ازاي؟ يعني انت عامل محل جزارة محترم جدا، وعندك شباب محترف جدا، وعامل انتاج حيواني في ظهرهم على اعلى مستوى. المستهلك بقى عارف الكلام ده منين؟ انا بدات ان انا اعتمد ان انا المستهلك يعرفني ان انا لازم ان انا اديله حاجه حلوه عشان يبقى هو مصدر الدعايه بتاعتي. لما ياخد مني حاجه كويسه وبسعر كويس هيبقى هو دوت اللي بيعمل لي دعايه. ده اللي انا اعتمدت عليه، ان انا اهتم جدا بالجوده، وطول ما انا جودتي كويسه هو العميل هيعرف يوصل لي في اي مكان. طب سعرك انا مستغربه. تمام. بنتكلم في كيلو لحمه صافي ب 105. تمام. سعد انا حاطط لك القايمه جنبي، يعني أيوة مش مزبوط. عارف يا فين. لحمه خضار 105، لحمه خضار سولو 100 ومش عارفه كام 120، شاورما 120، كباب حله. القطعيات اللي فيها تهديرات في اللحمه هي اللي سعرها غالي. آه. انما سعر اللحمه عندي بيتراوح من اول 95 جنيه لحد 105 عموما. لكن خلينا قايلين عندك مصنعات. وعندي مصنعات، عندي كفتة وعندي برجر. انا عامل في منفذ البيع تقريبا كل حاجة ليها علاقة باللحمة. كأنك واقف في محل جزار عادي. طب ليه ما قلتش انا الفرق ده بتاع التاجر والجزار والوسيط والكلام ده؟ انا حابب ان الفكرة بتاعتي توصل للناس كلها. انا عايز اوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، وابقى فعلا اللحمة في متناول الجميع. سعر منافس وجودة، هو دوت الاساس، وهو ده الشعار بتاعنا. وانا بتناقش معاك اول ما دخلت عن الاعلاف وعن الرعاية البيطرية، انت فاهم؟ الحمد لله. يعني انا ساعات ببقى اسئلتي متخصصه شويه. تمام. لقيتك بترد. الحمد لله. انت خريج ايه؟ انا خريج هندسه قسم اتصالات. اه بس انا بالنسبه لي الموضوع كله هو سيلف ستادي. انا بالنسبه لي مش بزهق من الشغل بتاعي، على طول انا بعمل سيرش، على طول انا بعمل سيرش للموضوع. فبالنسبه لي مش بزهق، كل ما بلاقي اي تكنيك جديد، اي فكره جديده، بقعد اعمل عليها سيرش، بقعد اوصل لها. بحب اسال كتيره جدا. في نفس الوقت انا من مكاني ده انا بشكر بصراحه في ناس كتيره جدا وقفت معايا، انا بشكرهم كلهم، واولهم العمال اللي شغالين معايا. الناس دي وقفت في ظهري كتير جدا يعني. فانا فعلا يعني عفرت كتير الحمد لله، عقبال ما ربنا قدرني ان انا فعلا اوصل للمكان ده الحمد لله. في مزرعه المهندس احمد صفوت بدران قابلت نموذج رائع للشباب المكافح، ايمن محمد، مهندس مدني في السنة الأخيرة بالجامعة وشغال في المزرعة علاف مع والده مشرف المزرعة. وبجد من فرحتي بيه أنا اللي جريت عليه عشان أتصور معاه.
حكايتك ايه مع النعام بقى؟ عمال رايح جاي وراك رايح جاي وراك. احنا هنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك، بالنسبه لي احنا الحمد لله بحاول ان انا اعمل مشروع متكامل. تمام، نعامل ورايا ديت اسره، دي اسره لسه تحت الانشاء. لسه بنجهزها عشان تبيض. هتقدم لحوم نعام بعد كده؟ انا بالفعل في المنفذ بالفعل ببيع لحم نعام، وعند حضرتك في المنيو كمان في لحم نعام. سعره كام بقى؟ ده سعر لحم النعام 230 جنيه. الرومي الأبيض المحلي. عندي رومي أبيض ب 38 جنيه مدبوح. رومي أبيض دوراك ولا فيليز دور؟ ده كامل بعضمه ب 38 جنيه مدبوح، وصاحي ب 35 جنيه. أرجع بك تاني للحوم. تمام. أنا شايف عندك مصنعات هايلة جدا، ما بين برجر، ما بين سجق، ما بين بفتيك. امتى الاقي مزرعه العاشر للانتاج الحيواني والداجني وتربيه النعام والخيول ليها منتج باسم مختلف تماما في السوبر ماركت؟ هو ده الهدف وده الحلم اللي احنا ان شاء الله عايزين نوصل له، واكيد في يوم من الايام اكيد ان شاء الله هنوصل له، لكن ان شاء الله قريب جدا باذن الله. ده انا بجري وبسعى في كده دلوقتي، وان شاء الله اكيد هوصل للمرحله دي. وصناعات لحوم باذن الله، وعامل ليها تركيبه معينه او وهو دوت احنا لينا خلطه معينه، والحمد لله دي ثابته. دي ثابته طبعا. لينا خلطه معينه، واصلا يعني طعم اللحمه بتاعنا الحمد لله مختلف عن بقيه اللحوم، لان احنا حتى في خلطه العلف اللي احنا بنخلطها بنحاول ان احنا ما نستخدمش الاعلاف الغاليه، وفي نفس الوقت نحط اعلاف بديله. ما شاء الله نسبه البروتين فيها عالي جدا، زي مثلا كسر البسكوت والشوكولاته والكلام دي، بتطلع جوده لحمه قويه جدا وطعم حلو جدا، وفي نفس الوقت سعر قليل، لان انا بوصل من طن العلف من 5000 جنيه. البديل العلف البديل دوت تقريبا سعره حوالي 1000 ل 1500 جنيه. يعني ضبط خلطه العلف مع البدائل دي محتاجه اساتذه. بتلجا لاساتذه التغذيه عشان طبعًا بس ما عملكش اسهالات في العجول؟ طبعا طبعا. انا كنت اي خلطه علف لازم ان انا اخدها وان انا انزل بيها معامل التحاليل، او اشوف اولا نسبه البروتين بتاعها قد ايه، نسبه النشويات فيها ايه، هل خلطه العلف ديت فعلا الحيوان يقدر انها يستوعبها. في كنت بعمل خلطات كتيره جدا بس الحيوان طعمها وحش مش حلوه بالنسبه للحيوان، ما بيستقبلهاش، لغايه ما بدات ان انا اوصل لرسبي معينه بالنسبه للحيوان يقدر ان هو يستقبلها وتعجبه جدا، وما شاء الله تدي لي معدل تحويل احسن من العلف كمان. وفي نفس الوقت لما اجي ان انا اذبح الحيوان ما شاء الله ترمي لي لحم احمر عالي جدا ونسبه دهون قليله وتصافي كويسه جدا. على فكره كل يوم خميس وجمعه احمد صفوت بدران بيعمل اوبن داي في المزرعه، ودي طريقه جديده في التسويق. يعني الشباب اللي معاه بيشوي اللحوم ويدوقوا زباينه عشان يختاروا قطعيات اللحمة اللي محتاجينها، وطبعا ده اسلوب بيع ناجح جدا. انا شفت عندك هنا طبيب بيطري، راجل مزبوط عمال يتجول، وقعدنا نتناقش مع بعض بجد، رعاية بطريقة هايلة، وراجل شبه مقيم تقريبا مزبوط. انا شفته يعني مزبوط. لكن الدبح بقى، الدبح في العاشر كلها ما فيش اصلا مجزر، بتدبح فين؟ انا النهاردة عشان انا مزرعة واخد العجل انزل بيه بالبيس، ده اقرب مكان لي، او انزل بيه القاهره، ده بيكلفني تقريبا على الراس حوالي 500 جنيه. 500 جنيه على الراس بالظبط كده. فانا عشان انا اقدر ان انا اتحرك يعني حوالي 2 جنيه على كيلو لو تصافي مثلا 220 بالظبط كده، ده حقيقي. فانا العاشر كلها ما فيش فيها سلخانه. انا حاولت كتير جدا في الموضوع دوت ان انا اعمل ترخيص سلخانه، ولكن الموضوع قابلتني صعوبات كتيره جدا. فمن مكاني دوت بحاول ان انا اناشد المسؤولين، غير مسموح لك انك تعمل هنا مكان مثلا بتاعت الشرفات الخدمات البيطريه، غير مسموح ان يبقى هنا في العاشر سلخانه. انا اتمنى ان انا اوصل للمرحله دي. ممكن عندك ساعات تعمله عندك هنا؟ انا عندي ساعات ان انا اعمله هنا جوه المزرعه، وعندك المكان ويبقى خدمي كل الناس، والمكان جاهز وافيد بيه كل الناس وكل الجزر، كل اهل العاشر، كل اهل العاشر وكل المزارع اللي حوالين مني. طب بالنسبه لعجول الانجوس والبراون والحاجات اللي عندك جوه دي، جبت السلالات دي منين؟ وهل ليها زبون معين؟ وامتى بتتباعها؟ عايز افهم. السلالات ديت انا بتعامل فيها مع المستوردين. طبعا هي من اجود انواع اللحوم اكيد. طبعا هي فيها ميزه كمان قويه جدا، العجول ديت انا مش بجيبها كبيره، العجول ديت انا بدخلها عندي وزن حوالي 150 ل 200 كيلو، فبيبقى ليها مذاق، بتاكل الاكل البلدي بتاعنا، فبيبقى ليها مذاق وجوده احلى كمان من العجل البلدي بتاعنا. بتذبحه برده وبتعرض في المحل؟ بذبحه وببيعه بنفس السعر. 105 كيلو؟ 105 كيلو. مزرعه احمد صفوت بدران تنفع تبقى نموذج يعمم في مواقع كتير، يعني نوال علامه تجاريه كبيره في القطاع الزراعي، وينقلها بكل مكوناتها وافكارها واسلوب ادارتها اللي بقاله سنين شغال عليه، لكل الجدعان اللي نفسهم يعرفوا منين تبتدي الحكاية. تشوف.
المشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يرصد قصة نجاح الشاب أحمد المصري والذي كاد أن ينتحر في إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وبعد عودته من قلب البحر قرر العمل في مصر وعدم تكرار تلك التجربة المريرة، ليحترف توزيع كتاكيت التسمين والأعلاف والأدوية ويحقق نجاحا كبيرا.